سلامة الدواجن مرتبطة بصحة المستهلك. الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن تنفي اليوم ما يروج من أخبار حول إصابة الدواجن بالإنفلونزا، مؤكدة أن اللحوم البيضاء خالية من أي فيروس. طبعا الحال الامور ديال المراقبه راه زاد الصرامه هاد اخر السنه مع هادشي اللي وقف اوروبا من ناحيه ديال لاغريبافير هذاك اللي شديد الضروره اللي الحمد لله مازال ما وصلناش، ما وصلش المغرب ونتمنى ما عمر ما يوصل. وقضيه اخرى ديال هاد بعض الامور اللي كنشوفها في الصحافه اللي كتخرج خطره ديال المتعلق بالهرمونات في الدواجن، وحنا زعما كنوضحوا بان هاد الامر ما عمره ما كان في المغرب وما عمره ما كان في العالم فيما يخص كما كان حال الدواجن. انتاج الدواجن مرتبط بشروط تقنيه وصحيه وبيئيه وجب احترامها من اجل الحفاظ على صحه المستهلكين. سيفتي كتقني في تربيه الدواجن تنحاول نحرص على انتاج واحد المنتوج اللي هو صحي طيله فتره النمو نتاع القطيع. من بين هذه المسائل اول حاجه قبل ما ندخلوا الكتاكيت للضيعه تنحاولوا اننا تنوجدوا لي باتيمون تاعنا تنبريباريو مزيان بالنسبه للمعدات والمسائل الخاصه، تنقوموا بواحد العمليه نتاع لا فيميغاسيون اي واحد الماده مطهره. قمنا بزيارة لأحد مصانع أعلاف الدواجن والتي تعتبر المرحلة الأولى والأساسية التي تنعكس على الصحة العامة للطيور. إنتاج علف الدواجن يمر بست مراحل أساسية. نبدأ أولا بتخزين المواد الأولية ومن ثم مراقبة الجودة بشكل دقيق، بالإضافة إلى تزويد وحدات المصنع بالمواد اللازمة حسب الحاجة اليومية. على المستوى الوطني تتشكل البنى التحتية الإنتاجية من 40 مصنفا للأعلاف المركبة زيادة على 47 وحدة لإنتاج كتاكيت دجاج اللحم. للإشارة يحتل لحم الدجاج مرتبة جيدة في الهرم الغذائي.